حاولنا في هذا الفيديو إيجاد أفضل أنواع السيارات التي تحتاج إلى أقل صيانة. ولكن قبل البدء يرجى دعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. نحن نعلم أن كثرة تعطل السيارة يؤدي إلى هدر المال والوقت، بالإضافة إلى الإزعاج الكبير الذي يتسبب لصاحبها. وأجريت دراسة اعتمدت على قياس مدى رضا العميل عن سيارته، بالإضافة إلى المشاكل والأعطال التي تظهر خلال فترة 3 سنوات من إنتاج السيارة. عندما نقدم على شراء سيارة جديدة يجب أن نهتم بمجموعة أمور، إذا طبقناها بالطريقة الصحيحة سنشعر بالراحة لفترة طويلة، وهي سعر السيارة، توفيرها في استهلاك الوقود، جودة الصنع والمتانة، قلة الأعطال ورخص تكاليف الصيانة والإصلاح. من هنا سنقدم لكم وبالترتيب السيارات التي ينصح بها من خلال دراسات طويلة وعلى مدى 3 سنوات. لكزس. تربعت لكزس اليابانية على رأس القائمة باعتبارها أكثر السيارات متانة وجودة، حيث تبلغ نسبة احتمال تعرضها لعطل خلال 3 سنوات من سيرها 106 أعطال لكل 100 سيارة مباعة، أي بواقع عطل واحد تقريبا لكل سيارة خلال 3 سنوات. تويوتا. جاءت سيارات شركة تويوتا بالمركز الثاني باعتبارها من أكثر السيارات متانة وجودة، حيث تبلغ نسبة احتمال تعرضها لعطل خلال 3 سنوات من سيرها 108 أعطال لكل 100 سيارة مباعة. بورش. جاءت سيارات شركة بورش بالمركز الثالث وبالتساوي مع تويوتا باعتبارها من أكثر السيارات متانة وجودة، حيث تبلغ نسبة احتمال تعرضها لعطل خلال 3 سنوات من سيرها 108 أعطال لكل 100 سيارة مباعة. بينما احتلت شيفورلي وميني كوبر المرتبتين الرابعة والخامسة، واحتلت بي أم دبليو المركز السادس، وتشاركت هيونداي الكورية وأودي المركز السابع، وكانت شركة كيا ونيسان من بين الشركات العشر الأولى كذلك. ووفق الدراسة فإن سيارات نيسان هي الأقل متانة بين السيارات اليابانية، حيث تصاب 25% منها بأعطال كل سنة على الأقل. من المثير للدهشة أن السيارات التي تشتهر بالقوة والرفاهية مثل جاكوار، دوج، فولفو، لاند روفر جاءت في آخر القائمة وبنسبة أعطال عالية، وتصدرت سيارة فيات أكثر السيارات أعطالاً بواقع 249 عطلاً لكل 100 سيارة مباعة. أما من حيث تكاليف الإصلاح فجاءت فيات باعتبارها الأقل كلفة، ثلثها رينو، بينما كانت بورش هي الأكثر تكلفة عند الإصلاح. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.